والله الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الصعود، وكنا مأمنين به منذ بداية الموسم، ولكن صعود تاريخي ما جاء سهل، جاء بفضل المجهودات الجبارة اللي قاموا بها اللاعبين في الحصة التدريبية منذ بداية الموسم. أمنا بهذا الفريق، وكنا نعمل بكل إخلاص حتى نحقق هذا النتيجة، وكانت عدة عوامل اللي ساعدتنا في هذا الصعود، هو الإدارة اللي وفرت لنا كل ظروف العمل، في سواء بيداغوجيك مام وسائل الراحة، وضعت لي اللاعبين في ظروف حسنة، والحمد لله اليوم ثبتنا بأني فريق بن عكنون، الفريق متكامل يلعب كرة نظيفة، والدليل على ذلك الفريق المنافس تاعنا المباشر تفوقنا عليه ذهابا وإيابا وهذا الحمد لله. ونشكر كثير اليوم، نشكر الحكام بقيادة بن يحيى اللي كانوا في المستوى، تحية كبيرة للتريو ضربي ثلاج، نقول له برافو. نتمنوا بفضل هذا الحكام مثل هذوما راح تطول الكرة الجزائرية. صح، بطبيعة الحال في بداية الموسم أنا مدرب طموح، مدرب نحب التحديات. أول فرصة جاتني باش حضرت لهذا الفريق لما تلقيت مع رئيس الفريق، أول لقاء قال لي الشيخ حنا جبناك باش نحضروا فريق تنافسي العام اللي فات حتى المرتبة الرابعة، ماذا بينا نحسنوا المرتبة تاعو. أنا تما قلت للشيخ أنا داخليا وما نقولش اللاعبين، أنا مأمن بها ونأمن باللاعبين هذو ونأمن بالعمل تاعي باللي راح نحقق صعود تاريخي، قلت نتحداكم كاع والحمد لله. واليوم في الاجتماع كاع هضروها مام المساعد تاعي، هذا اللاعب قلم لوسول اللي كان مأمن بالفريق هذايا بالطلعة المدرب، وزي يقول لك الاجتماع الأخير، نقول لك واش حضرت اجتماع وخطاب حساس بزاف، اللاعبين كملوها بالدموح في الاجتماع، وهذه تحفيز كبير باسكو في لارينو كيما هذايا ولقاء كيما هذايا أهم، لازم تعرف واش كيفاش توصل الميساج للاعبين وكيفاش تقيس لهم الأحاسيس تاعهم باش يحطوا كل ما في داخلهم، باسكو لا موتيفاسيون انتر هي الصح. ولهذا نقول لك أنا نقولها في الاجتماع الاخير مام لو بريزيدون كملها بالدموع، وجينا من لوطي لهنايا كاع احساس كبير، وهذا اللي خلق الفارق اليوم في هذه المقابله. والحمد لله نشكر لاسي بقياده هذا الشخص يعطى الفريق كل ما يملك، عاوننا ماديا معنويا رغم السن تاعو رغم المرض، انه في كل تنقلات يحضر معنا، مام يكون فرنسا يداوي يوصل الماتش يجي يحضر معنا وعاوننا في كل شيء، ما خلانا نختصوا حتى فاش مام كو سوسوا لي بريم لي سالير كل حاجه تاع لي جوال حاجه ما قالنا اهديوا لي هذا الطلعه وهديناه لعمي رابح اللي يستاهل كل شيء، وهذا بمثابه الاخ تاعي والاب تاعي، انا نعرفه صافي دوبوي دوزوم اللي كنت في لوسما ونسبوار وين ديت الشامبيونا من تماك، وهو مأمن بيا كمدرب، وهو اللي اقترح بي، هو اللي انسيستا باش نكون في بن عكنون، وقال لهم انا جبتكم مدرب وان شاء الله نحقوا الصعود وبفضل عن المسابقه. تعاملنا مع بعض ماشي من اليوم، ماشي من تعاملنا وانا نقول لك اسمع وانا بيان سور وزير نقول حاجة أسمع أنا حاجة نوجهها بيسون أنا أسمع أنا مع لي ديليجون هذوما أسمع نسيني باطن نخدم مع عمي ربح بعيني سي لي جوار هادو مش خوتي صغار، لا اخوهم كبير، كان روح للمعامله مع بعض. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس الجمال للكل. زاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.